والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد. السيد الوزير المحافظ الدكتور أمين عبد المنعم، السادة النواب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أمين الشيحة، رئيس الجامعة المؤسسة الأولى للبحوث، السيد الأستاذ الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشؤون تعليم الطلاب، السادة ضيوف جامعة السوهاج والمجلس الإعلامي الإقليمي اليوم، مجموعة كبيرة من الضيوف شرفونا اليوم. صراحة احنا نحسد نفسنا اليوم في جامعة السوهاج على هذا الكم من السادة الإعلاميين، وأقترح نسميهم الإعلاميين النهاردة لأن فعلا ما شاء الله يعني. السادة الإنسان المحافظ اقترح المرة الماضية المجلس الإعلامي الإقليمي وأنا هسميهم الإعلاميين النهاردة. اقتراح تاني. طبعا نرحب بالسادة الضيوف، الأستاذ الدكتور حسن علي رئيس قسم الإعلام بجامعة المنيا، الأستاذ حافظ الميرازي الإعلام الكبير والغني عن التعريف، الأستاذ محمد هاني، الأستاذ محمد عبد الله سي بي سي، الدكتور إبراهيم البهي، الأستاذ صفوان عمران، الأستاذ علي المريخي مقدم من مجاش لسه، الأستاذ محمد محمود تميمي مندوب عام قناة تن، السادة نواب مجلس أعضاء مجلس النواب إن شاء الله اللي لسه ما حبوش اليمين، فأهلا وسهلا بهم جميعا في جامعة السوهاج، السادة إعلاميين محافظة السوهاج اللي هم الدرع الواقي لنا دائما في تصدي للمشاكل والقنوات الإعلامية، السادة أعضاء التدريس والضيوف جميعا. اهلا وسهلا بكم في اليوم الندوه الهامه والاجتماع التقليدي الذي كان يعني محدد سابقا في تاريخ 1/12 في ورشه العمل التي اقيمت من قبل، واصرينا في جامعه السوهاج استضافته في الجامعه لموقعها الاكاديمي. وفعلا اليوم سعداء بهذا المجلس ومنتظرين التوصيات التي تتم عنه ان شاء الله. ايضا اشكر قسم الاعلام وكليه الاداب ممثله في الدكتور فتوح نائبا عن عميد الكليه في المجهود الكبير الذين يقومون به في التجهيز لهذا الحفل. التنظيم تابع للمحافظه والدكتور عزه، فيعني احنا مجرد استضافه المكان، فان شاء الله لو اي تقصير علينا احنا ما حدش يزعل مننا يعني اي تقصير في الترتيب في الاماكن في اي حاجه، لكن الدكتور عزه هي اللي مسؤوله عن كل حاجه بعد كده عشان انتوا علينين وتاخدوا كل كلمه في مكانها. ايضا نرحب بالدكتوره سحر وهبي رئيس قسم السابق للاعلام. المنصه معالي المحافظ بيقول رئيس القسم السابق فين؟ قلت له موجود انا. فسالنا عليها وقلت له موجوده. وقلت له احنا في الجامعه ما بنلاقيش قسم سابق، قلنا احنا كلنا ايد واحده كلنا مع بعض في العمل. فهو انا هقترح حاجه وهو شوقت معاه فيها، فانها تنضم لاعضاء مجلس الاعلام المشرفين بعد مساعده المحافظ. المحافظ الشوارع دي فهي يعني صفتها ان شاء الله تكون من اعضاء مجلس الاعلام الاقليمي، وهتكون اضافه لان احنا بالاول والاخر يهمنا نجاح المجلس. ويعني بمنتهى الامانه دي يعني لمحه كانت سريعه من معالي المحافظ، لان هي وانا اصريت انها تحضر النهارده والكل يحضر عشان لابد ننجح. جمع السواد في 6 خطوات سريعه جدا، في الانشاءات، في المباني، في الاعلام، في المشروعات، في حاجات كتير جدا. فان شاء الله، وكان مجلس الجامعه امس ده خبر لطلاب الاعلام موافق على انشاء كليه الاعلام لجامعه السوهاج. مش هينفع نعمل كليه الاعلام الا بتضافر جهود جميع القائمين على قسم الاعلام وكليه الاداب والناس اللي فيها كلهم.
ودي ايضا دعوه للساده الاعلاميين والساده رئيس القضاء وجميع المسؤولين في تدعينا في هذا الامر. في شكر خاص انا قريته للاخر ما قريتش في الاول عشان لو قلته الاول هيتنسي، قريته في الاخر. شكر خاص للدكتوره هدى ياسا رئيس جمعيه المستشارات العرب. رئيس جمعيه المستثمرات مش المستثمرين، المستثمرات العرب. وده يثبت ان المراه المصريه يعني لما تكون عايزه حاجه تقدر تعملها. ما شاء الله عليها، هي بنت سوهاج من طلبة وكانت مدعوة هنا لإقامة حفل زواج جماعي فتم دعوتها اليوم، وكان في مشروع كبير جدا بتقدمه لحفل سوهاج وسيوقع مع بروتوكول مع الجامعة لأن فعلا عاملة شغل كبير جدا. تحية خاصة ليها ولجميع زملائها. شكر خاص لجميع القائمين على هذا المؤتمر وهذه الورشة. شكر خاص للدكتور عز على المجهود يعني كبير اللي بذلته في هذا الامر. شكر خاص لقسم الاعلام لكليه الاداب للعلاقات العامه بالجامعه امن الجامعه اللي لينا اسبوع بننامش عشان يطلع هذا المجلس بقوه منتظرين توصياته اللي عمل بها لان فعلا في يعني حاجه اليها هامه جدا. عايزين برضو تضافر السادة النواب أعضاء مجلس النواب الجدد مع إدارة المحافظة مع إدارة الجامعة مع جميع القيادات من نهوض بمحافظة سوهاج إلى الأمام. وهذا بدأ وبدأنا بالفعل، بس عاملين خطوات في خطوات إن شاء الله تنسيقية مع سعادة المحافظة ومع سادة النواب. هنقول لهم إيه المطلوب للمحافظة؟ إيه المطلوب للجامعة؟ وجودهم معانا مهم جدا، وانا شايف ما شاء الله جامعين وبدا يشاركوا في كل الامور، وده المهم جدا في هذا الامر. ومطلوب منكم كثير يا استاذ مصطفى الساده النواب كلهم، وتحيه خاصه لهم ونهنئهم بنجاحهم في البرلمان ده. تحيه خاصه لجميع النواب الجدد. مرزوق الاعلام والولاء، تحيه خاصه عشان شارك ما كانش في نصيبي. عشان شرف كانش يعني المهم ايه؟ المهم دائما في اي انتخابات سواء برلمانيه او اولمبيه بنقول كلنا فائزون. المهم دائما اللي يخدم مصر ويخدم المكان اللي هو فيه. اهلا وسهلا بكم بجميع السهاد وكل عام وانتم بخير وتوصياتي الهامه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.